بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي، اللي حصل ده عادي واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بيتك انا هيتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده نفرين كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتك انا هتخرب. الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل. ملناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه. الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض. بص عدى صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه اسنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما رحتش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش، هيجوا على ماسك. بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو، والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنات، عيب. كنتوا بتتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامة قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مدام غادة موجودة؟ ايوه يا فندم. مدام نجلة ازاي حضرتك؟ الأستاذة لجت كل مواعيدها ومستنية حضرتك، اتفضلي. هتفضلي بصالي كده كتير؟ ده انت حتى ما عزمتنيش على حاجه اشربها. في ايه غاده؟ ابدا، بطمن عليكي بس بعد سهره امبارح، لا يكون في اصابه كده ولا كده. اتبسطتي؟ لا والله، جمال هو اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده. لا، ما هو اصل جمال ما يعرفش، انا وانتي بس اللي عارفين. هو انا ما قلتلكيش اصل جمال ما كانش موجود في سهره امبارح؟ ما كانش موجود؟ امال مين اللي كان سهران معايا؟ تفتكري شبحه؟ مش شبحه، صاحبه. تتخضيش قوي كده يا حبيبتي، ده انا برضو ستر وغطى عليكي. ده انتي الحله وانا الغطى. بس بصراحه زعلت منك قوي 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 يا نوجة. ايه الذوق ده؟ بقى جمال حبيبي جوزي يتخان مع عامر؟ كنت استنضفي. مش فاهمه تقصدي ايه. لا 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 يا نوجة، عيب. احنا اتفقنا نبقى شركاء حلوين، والشركاء الحلوين بيلعبوا مع بعض ما بيتخانقوش، بس برضه ما بيخبوش على بعض حاجه. عايزه ايه يا غاده؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ اموت انا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، والا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال. وانت بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ بأمارة قميص النوم الاحمر دم غزال. يا متحني انت، بس تعرفي انا زعلانه منك قوي يا نوجة. كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم، بس يلا معلش انا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشه معاكي واتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسيه حاجه كده ولا كده. وانا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص اجراءات المعرض بيع وشراء. خدي. عايزة ايه يا غادة؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ أموت أنا في مربط الفرس. عايزاكي تكتبي لي معرض الموبيليا بيع وشراء، وإلا هبعت اللي صورهولك عامر لجمال. وانت بقى ما تعرفيش جيمي لو عارف انه بيتخان ممكن يعمل ايه. هو عامر مصورني فيديو؟ اها،
بأمارة قميص النوم الأحمر دم غزال يا متحني أنت. بس تعرفي أنا زعلانة منك قوي يا نوكا، كنت فاكراكي صاحبتي كده تستخسري فيا قميص النوم. بس يلا معلش، أنا قلبي كبير. عموما خلي الفلاشة معاكي وتفرجي عليها براحتك، كيس تكوني ناسية حاجة كده ولا كده، وأنا بقى هستنى منك تليفون علشان نخلص إجراءات المعرض، بيع وشراء. خدي. مريم في قضية المخدرات دي قالت إنها خدت الكاميرا معاها، وده معناه إنها ممكن تكون صورت اللي حصل، ورسمة المفتاح دي ممكن تكون كانت قصدة بيها أي حاجة. الكلام ده من 2007، يعني ممكن يكون الشخص هي بتتكلم عنه ده مات أو هاجر أصلا، وممكن يكون عايش. وبعدين بقى ما ترد يا نوع، هتكون راحت فين يعني؟ بنتك مش هسيبها، لو وصلت لدرجة الخطف هخطفها. يا ستار يا رب. مريم في الأول كانت كاتبة مذكراتها باللغة العامية، جت في آخر جملة كتبتها بالعربية الفصحى إنه حقا طريق الوداع. تقصد إيه؟ مش يمكن مريم تقصد بطريق الوداع ده إنها قررت ما تشتغلش مع المنتج ده تاني؟ أو يمكن ده رمز لطريق موجود فعلا فيه مكان هي مثلا شايلة فيه دليل يدين صدقت. لقيتها يا هل، لقيتها. طريق الوداع يعني طريق النهاية، ومفيش أي حاجة قريبة من الكلام ده غير طريق نهية. قومي امشي من هنا، قومي امشي من هنا. ده رعبني كل شوية، رعبني خلاص. أنا في حاجة افتكرتها. إيه هي؟ تحبي تتفرجي على الأفلام؟ طبعاً، كان كل يوم جمعة بيفرجونا على فيلم الدار وإحنا صغيرين، بس بعدين ما بقاش بيحصل. بس كنت بفرح قوي لما بيفرجونا على فيلم من أفلامك، كنت بقعد أتمنظر وسط العيال وأقول لهم إن دي قبل مريم بنت ماما أمال. هو حضرتك اتفرجتي على كل الأفلام دي قبل مريم؟ طبعاً، أنا بعشق السينما. الوقت لما بكونش واقفة فيه قدام كاميرا أو بمثل لازم أكون بتفرج على فيلم جديد. كل الأفلام دي حتى لو شفتها بتفرج عليها تاني وتالت ومبزهقش. السينما بالنسبة لي حياة، أغلى حاجتين في حياتي التمثيل. وإيه؟ مفيش. تحبي تفرجي على فيلم فيهم؟ يا ريت. طب خلاص اختاري فيلم بنفسك. ماشي. أنا عايزة أتفرج على ده. لا بلاش ده، خليني أشوفه الأول لوحدي. ورسمة المفتاح جاية جنب جملة طريق الوداع، يبقى الشريط ده هو مفتاح القضية. الشريط ده نجيبه منين؟ مريم خدته مني وقتها وشالته في درج المكتب. يعني إيه ما ينفعش أجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في أي حاجة. طب وإيه المشكلة يعني؟ ما أنا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكرة. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا ولا